لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتزكية النفوس وإتمام صالح الأخلاق، ومنها الوفاء. والوفاء من صفات الله عز وجل، قال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. والوفاء من أعمال البر وشعب الإيمان، وهو من صفات الأنبياء، قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وأوجب الوفاء الوفاء مع الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن الوفاء عرفان الجميل والمكافأة على المعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن الوفاء رعاية الأرحام والأصدقاء والإحسان إليهم، وأداء كل من الزوجين حق الآخر ورعايته ولو مرض أو كبر سنه. ومنه أداء الأمانات حتى للكفار، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومنه تنفيذ العهود والعقود حتى مع الأعداء، وتنجيز الوعود في أوقاتها دون مماطلة، فإن من صفات المنافق أنه إذا وعد أخلف. فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.